مش فارقة. ممكن براش نعمة والتانية يعني لا لا بلوك لا، كده، ادي هنا البراش اهي، لو قلنا الأوبست يعني. وادي البلو براش اهي. ها ايه الفرق؟ مش حاسه. تمام، فده البراش وده البلو براش، الاثنين زي الفل ما فيهمش حاجه، والاثنين برضك ناعمين. بس ايه هو الفارق؟ لو انت جيت هنا يا عبد الرحمن ومسكت ده، هتلاقي ان هو ده عباره عن فردة لاين، يعني اللاين ده واخد ستروك فردة لاين واحده فقط. حد معايا ولا فين؟ تمام. اهو. اما الثاني فهو عباره عن دبل لاين. يعني ايه دبل لاين؟ يعني خطين. حد شايف؟ ده الفرق ما بينهم. حد معايا ولا؟ تمام حضرتك. تمام. يعني ده البراش، البين براش عباره عن فردة لاين، وعندك البلو براش دبل لاين. وتعالى نغير لونه عشان يبقى باينين يعني. وصلت؟ اهو. طيب دي برضك حاجات من حاجات الرسم، ماشي. هل في حاجة تانية؟ اه. هي دي اسمها ايه؟ شيبتون. ايه ده؟ تول. ايه رأيك في ريكتانجل؟ ايه رأيك في ريكتانجل اللي انا رسمته بداية ده؟ استنى تاني. ايه رأيك في ده يا يوسف؟ تمام. معوج ولا كويس؟ هو هيبقى كويس لما حضرتك تسيبها باينة حاجة كده. طيب شوف، عايز اروح ارسم سيرك، عايز او اليبس، عايز اروح ارسم مثلا ترانجل اهو. فهو بيستقرب مجموعه الشيبس على حسب ايه اللي موجود عندك. حاجه يعني اعتقد انها فور فان اكتر منها ايه رسمه يعني. هتلاقي فيه تاني عندك هنا البنسل تاني، ما احنا قلنا ان هو بيشتغل بردك فاص، بس الفرق ما بين البنسل والبرش ان البرش تبقى انعم وعدد النقط بتاعتها اقل. هو انا كنت بعمل ايه اصلا في الفوتوشوب لما باجي اقل عدد النقط؟ مش احنا اتفقنا على قاعده في الفوتوشوب ان كل ما كانت عدد النقط اقل كل كل ما عدد الملفوف اكتر وانعم؟ صح. وانا هعمل ايه هنا؟ قال لك انت مش هتتعبي نفسك، قال لك ان انت في عندك اداه هنا اهو اسمها ايه؟ مستور بتشيلها. لا هي ما بتشيلش، هي بتقول لك ان كان الخط مش ناعم ناقص نقط هزوده، زياده نقط هنقصه. هي ليك ان انت الخط عندك يبقى ناعم. شايف؟ حد معايا ولا فين؟ تمام. وصلت؟ وصلوا؟ وصل ده. جرب وارجع لي. طيب فانا عندي هنا انا صورته بالموبايل ينفع؟ ماشي. فانا عندي هنا اهو المتبقي بتاعت اللي بنعمله دلوقتي ده على الفيسبوك؟ اللي هي الصورتين عشان ارفع عليهم الضغط. فانا عندي المتبقي من اللي هي الجزئيه اللي هي هتنفعك في الشغل، اللي هي موضوع لو انا عندي جزئيه من رسمه وحبيت امسح. طب انا همسح ازاي؟ انا فرضا انا معايا هنا اوبشن، واحنا اتفقنا ان اللي جوه ده هو عباره عن لون فيل، اللي موجود بره ده الستروك. انا نغير بس هنا الفيل او الستروك. فين ادوات المسح كده بديهيا حتى من رؤيه النظر؟ اه دي استيكه. وانا في عندي كام اداه من جوه؟ ثلاثه. هم دول بس؟ لا، تعالى الناحيه الثانيه هتلاقي في عندك هنا ايه كمان؟ مين؟ واحده الانكروت واحده. اه اللي بعديها الجوين تول، دي هي بتعمل جوين او بتربط، يعني مش قصتنا لا. انا عندي هنا، يبقى انا كده عندي اربع ادوات بروح امسح بيهم. الايريس تول، ايه ده؟ هو انت مش قلت لنا ان هو هنا ما فيش ايريس تول وهو ما بيمسحش؟ يعني ايه ما بيمسحش؟ انت عندك امكانيه ان انت تروح تعمل سيلكت عندك على اي جزئيه وتمسح. تعالى كده هكنسل ده، هعمل هنا فايل نيو اهو، وهعمل هنا اي شيء اهو كده، وهاجي هنا اهو هديله اي درجه لون، وهاجي هنا بالاريس تول واجي ادوس كده وان كليك. بس عشان هو ايه في نوع من انواع التخريف حصل، اتاكد بس يعني سنتيمتر. حد ملاحظ حاجه؟ المفروض الريس تول دي اللي تطلع. حد شايف اللي طالع عامل ازاي؟ حد شايف اللاين ده؟ هو اللاين هيعمل ايه؟ هياخد الباس يعني؟ لا لا، هو مش هيمسح باص ولا حاجه، هو كده ده. لا استني بس، ده نوع من انواع الهيس يعني. هو كده لما تلاقي في حاجه هي ما هياش لوجيك، انت كل اللي تعمليه ان انت لازم تروح تقفله وتفتحه. خد بالك بس، المهم ان انت تبقى عارفه ان انت تقفله ايه وامتى وتقفله، يعني ما تحمليش الاستريتور اكتر من طاقه.
هتبقى اوكي. فانا اقصد ان انت وانس ان هو قفل او وانس ان هو ادالك حاجه ما هياش لوجيك اقفليه وافتحيه. الفايل نفسه ولا الالستريتور كله؟ اه الالستريتور اللي هو تقيل يعني غير الفوتوشوب بيتعامل. لا ده حاجه عنيف شويه. ماشي. اه فانت انا اقصد ان لقيتي حاجه لوجيك، طب انا طب انا هعرف منين؟ ما انت شفتيها قصادك وانا بشتغلها، ان الاستيكه دي هتلاقيها عباره عن شكل دائري او حتى بلس. طب انا هعرف منين الكلام ده؟ هوريكي حالا دلوقتي، هوريكي الفرق يعني. يعني انا هنا قفلت وفتحت، وهاجي اقول له هنا فايل نيو ومقاس ورق اي 4 هتاكد ان هي تمام اهي سنتيمتر. اه تمام كده، واقول له اوكي واخرج. اي شيب هتيجي ترسميه اهو اهو كده تمام. المفروض لما هاجي طبعا انا ممكن الونه اه او لا، لما هتيجي الاستيكه المفروض ان انت هنا يبقى في شكل دائري. حد معايا ولا فين؟ اه اه مع حضرتك. اه بص كده شايفها الصورة؟ اه هي لسه باينه خط. اه كده بقت دايره تمام. فانا ممكن اروح جاي اعمل ايه؟ اول اداه من ادوات المسح عندي اللي هي الاريسر تول. طب تمام. طب انا همسح ازاي؟ لو انا جيت دوست كده وان كليك واتحركت، الفكره هي تمسح الفيكتور بس ولا تمسح من جوه؟ ها تمسح من جوه؟ اه يعني بص انا لو اتحركت كده، بص الحق دي قطعت من جوه. مش انت قلت لي ما بتحسش من جوه؟ لا هي بتحس، وكمان هتقفل لك الشكل عندك بالباسز. شايفه؟ يعني مسحت الجزء اللي في النص. حد معايا يا جماعه ولا فين؟ تمام. وقفلته باص تاني. ادي عندي هنا ادي شيب اهو، وهاجي هنا بالاستيكه وهاجي ادوس كده وان كليك واتحرك. هي قطعت فعلا في النص وقفلت الشيب اللي موجود عندك في النص بالباص. يعني ممكن ارسم بيها؟ مش هي دي ما ترسمش، هي بتمسح. يعني انت ممكن تمسحي بيها. انا فاهمه، انا قصدي ان ممكن اعمل شكل بيها يعني. آه طبعًا. ان هي بتعمل لي باث يعني. طبعا ما هي ما بتعملش باث، هي بتمسح الباث. يعني انت هنا على الفاضي دي ما بتعملش حاجه. تمام. طيب تمام. دي وسيله من وسائل المسح. هتلاقي في عندك تاني حاجه اسمها ايه؟ ها اسمها ايه يا جماعه دي؟ السيسر تول. الله. طب اللي هي شكلها، اللي هي شكلها ايه؟ مقص. الله. طب المقص ده بيعمل ايه؟ لو انا جيت بصيت عندي على الشيب نفسه، المقص ده ما بيمسحش، لكن ده بيحط نقط وبيفصل لي ما بين الجزئيه اللي انا حطيت فيها النقطه والبقيه الشيب. يعني بص كده الفرق، ساب لك دي وساب لك ده، بس مكان النقطتين هو فصل لك ما بين اصل الحته اللي انت كنت عايزها واصل الشيب، لكن هو ما بيمسحش، بيفصل بس. اخر واحده عندك هتلاقي في عندك حاجه اسمها النايف. النايف دي اللي هي السكينه. يا دوبك انت بتروح تعمل سلكت على الجزئيه اللي انت عايزها بشكل حر وتشيل صباعك. يا دوبك تيجي هنا كده بالسهم الاسود او الابيض وتدوس وان كليك في اي حته فاضيه ثم تتحرك. انت شايف؟ هو راح فصل الجزئيه اللي انت علمت عليها وفي نفس الوقت قفل الشكلين. طيب اخر حاجه بقى انا بروح اعمل بيها، بمسح بيها الباث اللي هي عباره عن ايه؟ الاريس تول او الباث اريس تول او اريس تول. بتعمل ايه؟ دي زي عامله زي الاستيكه كده، مطرح ما تتحرك مطرح ما تمسح. انت شايف؟ دي ما بتمسحش من جوه، بتمسح اطراف الشيء. يبقى انا كده عندي يا جماعه كام اداه؟ في عندي كام تول يا جماعه بمسح بيهم؟ اربعه. افرمهم وارجعك ولو في حاجه اشرحها تاني. وانت بتشتغل يعني احيانا وانت بتشتغل مثلا في البين تول كده، انا كده جيت خرجت من الامر يعني واشتغلت شويه ورحت مغير هنا سهيله درجه اللون، يعني لون الفيل رحت شايله ما بقاش فيه الا ستروك. طبعا تخنته من فوق، لو انا حبيت اغير الوان انا عندي هنا ده لون الفيل. لون الفيل ممكن يبقى لون او جريدينت او حتى باتر. الستروك كذلك التخانه بتاعته ممكن اغيرها. الستايل بقى الستايل بتاعه ممكن اغيره. لو حد فاكر كنا بنعمل ايه اصلا في الستريت اللي هو زي رمش العين او الشكل. معايا انجي؟ اه مع حضرتك. فده دي مجموعه اللي هي الايه الاشكال. طب برضك ايه القصه؟ انا رحت هنا رسمت شيب تاني. طب انا عايز اوصل ما بين الاثنين، هوصلهم ازاي؟ انت عندك كذا طريق. اولا لو عايز تلحم النقطه دي بالنقطه دي، فانا بروح اعمل كده سيلكت. انت شايف؟ وامسك النقطه دي كده واحطها على اختها هنا. انت شايف؟ مسكت الاثنين هكليك يمين واقول له هنا ايه؟
join. خلاص هما كده بقى، كده بقى عباره عن شيب واحد. حد معايا؟ وصلت؟ طيب دي حاجه. في حاجه ثانيه؟ اه في حاجه ثانيه. هتلاقي في عندك من ضمن التولز، طبعا انت عندك ادي نقطتين اهو، انا ممكن اجي هنا اهو، هتلاقي في عندك تول هنا اسمها ايه؟ جوين. بدوس عندي على النقطه الاولانيه واسحب لحد النقطه الثانيه، هو عمل ايه؟ هو وصل بس زود لي قطعه كمان على اللاين. حد شايف؟ حد عارف الفرق بين الاثنين كده؟ يعني الجوين انا بني النقطه بروح رابط النقطتين ببعض، اما انت عندك الاداه اللي هي بتاع جوين تول دي بتربط بس بتوصل لي بجزء، يعني بتزود جزء في اللاين. مش ممكن اعملها تاني جوين تول دي؟ انهي واحده؟ الجوين تول. طيب ارجع تاني كده اندو اهي، امسك هنا البوينت دي كده اهي، اهي خلاص، وهاجي هنا بالجوين تول اهي وهدوس وان كليك كده واتحرك. شيل السلاش وهعمل زوم اهي، وهاجي هنا بالجوين تول اهي، شايفها؟ وصلت؟ أوه. طيب الجزئيه بقى الزيتونه اللي فيها، لو انت عندك شيب اهو شايف وعايز اكمل عليه بس يكون في نفس الوقت مرتبط بيه، نفس الاداه اللي هي بتاعت البين تول، حاجه ادوس كده وان كليك على النقطه اللي هي دي، هتلاقي ان انت الخط فضل بردك متعلق معاك. حد شايف تاني؟ يعني نفس النقطه، انا خرجت من الامر مثلا وعايز اكمل عليه ويبقى خط مقفول، بنفس البين تول هدوس على نفس الاداه دي كده او نفس النقطه دي كده اهي واتحرك دي. وصلت اه تمام. طيب جربوها وارجعوا، يعني مثلا صوره زي كده اللي هو اكرم مدهاني، وانا افترض ان عندي مثلا سي الفيس ده كده، حلو الفيس اللي هو اللي فوق. طب انا هعمل ايه؟ هو راح اعمل سيلكت بأني وسيله سيلكت، انت عندك من وسائل السيلكشن اللي احنا خدناها جوه الفوتوشوب اللي هي عندك الماجنتيك، فهو راح عمل سيلكت عندك على جزئيه من الماجنتيك، وان كان في عندك جزئيه هياخدها زي الشكل التريانجل ده كده، فممكن يجي هنا كده بشكل بوليجون هو ده ويجمع يروح جاي دايس كده، هو هيجمع شيب على شيب. طب معايا؟ ثم هيجي يعمل ايه بقى؟ هتلاقي في عندك هنا من قائمه ايمج ادجستمنت، هتلاقي في عندك اول حاجه عندك دي ساتوريت. حد فاكر؟ اه تمام. استنى، طب الخط اللي هو عامل زي القطع ده عادي جدا. طب اللي هو انا مش فاهم يعني عادي جدا ازاي؟ هقول لك حالا. تعالى خد ده كده اهي، خط كده كده. يوسف انت معايا؟ يوسف صح؟ عبد الرحمن مع حضرتك. طب بعد كده مع حضرتك هتروح انت جاي هنا من قائمه سيلكت موديفاي فيذر، وحاجه يعني تكاد تكون هوا عشان احنا مش عارفين الريزولوشن بتاعت الصوره عامله ازاي. ثم هتروح انت جاي هنا مديها درجه طول اسود، واعتقد احنا عملناها سوا قبل كده، اعتقد حاجه زي كده. تعالى كده اندو اهي، واروح مديلها هنا درجه تون اسود. ايه ده؟ ولا تمت ليها بصله. استنى كده اندو، واجي هنا من قائمه سيلكت موديفاي فيذر قيمه كذا. انا كنت حاطط واحد، لا ما اقصدش واحد، ممكن اكتب 10. اوكي. ضاعت خالص لان هي حجمها كبير قوي. فانا جاي هنا من قائمه سيلكت موديفاي فيذر، واروح مديلها مثلا 4 أو 3. حلو؟ واجي اروح جاي هنا مديلها درجه تون اسود على اللي كده. شايف؟ وكل ما حاجه تقل اللون الاسود كل ما الدنيا هتبقى اوسع كده. وطالما هي على لير انا ممكن اروح اقلل هنا اوبستي. شايف؟ تمام. خلاص؟ لا لا مش بلاح. طب تعالى هنا من نورمال وبدل. شوف ايه اللي هو ممكن يكون متناسب زي الصوره. الله، فهي عباره عن جزء من تداخل، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت هي واخده افكت. طب ما انت في عندك هنا ده الغامق وفي عندك فاتح، وانت عندك الحته دي اللي انت عاملها دي، خد بالك؟ لو انت جيت كده وخدت منها جزء من غير فيذر طبعا، وجيت عملت لها هنا فري ترانسفورم اهي، خد بالك؟ وجيت صغرتها كده هي دي كده عشان تدي لها درجه لون ابيض. الله، يعني هي القصه قصه الوان؟ اه هي كلها قصه الوان. كان اوفرلاي وتدي لها درجه لون ابيض. بس يا دكتور، اه وشه واخد شكل الفستان اللي هي لابساه. وشه واخد ايه؟
شكل الفستان اللي هي لابساه مع حتى ودنه، واخده برضه شكل القميص شوف ازاي الزرقاء ما اللي ده. جنبها طب ما ده لابسه. استنى يا فنان، مش انت بتتكلم عن الحته دي؟ أنا دي بتكلم على الوش اللي هو اللون الجراي ده، اللي هو اللون الأخضر اللي هو ده. ده، طب ما ما حد ده الفستان استنى، اللي هي. ماشي انا ممكن اجي هنا كده واروح جاي واخد هنا ستام اهي، واروح جاي قايل له هنا الت، انت معايا اكرم صح؟ واروح جاي هنا اهو تمام كده على جزئيه اصل الصوره اهي، واروح جاي ماشي اقف هنا كده الت اهي، واروح واخد دي كده واروح جاي على الصوره اللي انا عايز ارسمها اهي. طبعا ممكن تبقى على نيو لاير وده يكون افضل يعني. طيب طبعا هطير انا عندي دقيق الودان دي شويه مش محتاج، هاخد بس نفس اصل الخامه. انت معايا؟ وصلت؟ ايوه انا فاهم ده، انا قصدي ان هي واخده الشيب بتاع الفستان بالظبط. مش عارف، انا مش عارف هيوصل لحضرتك قصدي ولا لا، لي مش عارف اوصلها لك بالظبط. انت عايز تعمل ايه بس؟ انا قصدي ان هي هم مركب صورة على بعضها، وفي الاخر ادى للفستان على وشه لون معين بقى طيب انا هقول لك من adjustments بقى خلاص. حلو حلو. بص انت عندك دي الصوره اهي، وجيت انت هنا اهو، جيت قلت له مقيمه ايمج كروب، وتعال نجيب حد فستان او تعال نديله صوره زي دي كده. فاكرها يا يسري؟ بروجكت انت ما ظبطتهاش صح؟ ظبطتها، ما كانش فيها غير لون بس، الالوان عملتها من طب انت ادجستمنتس وخلاص. بعتها لي يعني؟ لا اصل كانت الالوان، انت قلت لي بس حاجه بس اللون عملها وخلاص، بس كانش مستاهله. انا هنا بالماجيك واروح ماسك دي كده، هقلل التولرنس، اروح ماسك دي برضك كده، هقلل التولرنس تاني، انا عايز امسك الخلفيه بس فقط اهي، واجي اقول له هنا كده سيلكت انفرس، واجي اقف على الصوره دي كده، وهاجي اقول له لو سمحت روح اديني على اصل الصوره اللي هي دي، واجي اقول له ديليت. هو كده خلى مين؟ الخلفيه. اعكس انفرس واقول له ديليت. هتشوف حاجه؟ حاجة. تعال هنا ادي على دي كده، تعال ادي لها هنا ماسك اهي، وتعال هنا بجريديان اندو وشيل سيلكشن، ادي له هنا ماسك، وتعال هنا بجريديان تول اهي، وتعال ادوس كده واسحب اندو، تعال تعال من فوق فور جراوند ترانسبيرنت، واسحب دي كده. شايف في حاجه حصلت؟ هي دي؟ ها وصلت؟ تقريبا نفس الافكت. تمام. فكرة جديدة لا تقريبا نفس الافكت الموجود. مش تقريبا، ده هو نفس الافكت اللي موجود، اصل هي ليها كذا حل، ممكن ستامب، ممكن كذا حل، ممكن ديك نفس الافكت. يعني مثلا فرضا انا معايا مثلا شيب زي ده كده، وانس ان انت جيت عملت له سيلكت هتلاقي التول بار نفسه اختلف، لو انت شلت سيلكشن هتلاقي التول بار عندك قل، فانا هعمل سيلكت على الاوبجكت. لو انا جيت من هنا هتلاقي عندك الفيل بتاعك اهو، سواء لون او جريدينت او فتح او مفيش. طب الستروك نفس القصه، أو لون او جريدينت او فتح او بردك مفيش لو عايز. مش شايف تخن اهو، طب غير لونه. شايف؟ تمام. طيب هتلاقي في عندك مجموعه ستايلز من هنا جاهزه للويتس بتاع الخط. حد فاكر الرمش او شكل اللي هي الحاجه اللي احنا كنا بنرسمه عندنا في الفوتوشوب؟ اهو كنت انا باجي هنا وكده، واروح جاي عامل هنا دي كونفرت بوينت اهي، واروح جاي عامل دي كده اهي، ثم حاجه همسك دي كده اهي، واجي اقول له هنا ادي الشكل وادي التخانه اهو. كان بتعمل كده في الفوتوشوب ولا كده اسهل؟ لا كده اسهل كتير بكتير كمان. خدت بالك؟ حد ياخد زيتونه في الجزئيه دي؟ دي عباره عن مجموعه بروفايلز جاهزه، يعني يا تاخد دي يا دي يا دي يا دي، في حل بديل؟ لسه هناخد مع مجموعه افكتس كان تاني. في عندك هنا امر اسمه ايه؟ ممكن تيجي على الجزئيه اللي انت عايزاها وتزودي الثيكنس اهو، شايف؟ ولو عايزه تقلليها تاني قللي اهي. انت معايا ولا؟ تمام.
بعديها هتلاقي في عندك مجموعه الكراشز. ايه مجموعه الكراشز؟ يعني ده الشيب بتاعك اهو، دي الكراش ديفينيشن. المتاح عندك اهو، ايه ده؟ هو مفيش غيرهم؟ يعني مفيش غير الشكل ده اللي بيطبق على الشيب عندك اللي هو ده؟ بص كده، حد شاف السطور دي؟ في عندك هنا ايه؟ هتلاقي في عندك اوبن براش لايبرري، هخش عندك على الاروز، هاخد اي بانل من دول سبيشال مثلا، هتلاقي في عندك البانل طلعت اهي، وهاجي اكبرها كده، وهاجي اخد اي شيء، هتلاقي ان انت الشيب بتاعك بيطبق على مين؟ على شكل الباس بتاعك اللي انت عامله، سواء كان في البين تول او حتى شيب من الشيبس الجاهزه. سهيله انت هنا يا سهيله؟ حضرتك يا دكتور. مش لازم بقى يا سهيله يكون اسهم، لا براحتك. انت ممكن تيجي كده من فوق، ادوس على اي حته فاضيه وامسكه، واجي اختار اي كاتيجوري تاني انت محتاجاه. يعني مثلا انا محتاج مثلا اللي هي ديكوريشن، اخد دي مثلا، اني واحد بقى عايز عايز ده، هتلاقي الباس طبق عليه مين؟ الشيب اللي اختار او الافكت اللي اختار. حد معايا؟ هتلاقي في عندك هنا الاوبست اللي هي عباره عن درجه شفافيه. هتلاقي في حاجة أخيرا كده اسمها ستايل، احنا خدناها في فوتوشوب صح؟ لاير ستايل؟ أيوه. وغير لاير ستايل، أنت من قائمة ويندو بتجيبي هنا بانل اسمه ستايل، اللي هو عبارة عن مجموعة افكتس فيها دروب شادو، فيها بيفل، مجرد أنت بتطبقي عليه ستايل. يعني يعني أنا معايا هنا ده شيء، وجيت هنا من ستايل رحت أنا مختار له شكل الفلاني. أهو. هتلاقي يتطبق بالشكل بالافكت بالجريدينت، أنا ما أعملش حاجة. غير ان انا اخترت له ستايل معين. هو برضك بيديك هنا مجموعه ستايل ثانيه مختلفه. عايز مثلا ارتستيك مثلا، يبقى كده على جنب اهي، واطبق مجرد ان انا عامل سيلكت وبختار الشيب اللي انا ممكن ايه اطبقه عندي على الشكل. بس خد بالك هي دي تقيله دكتور، الحاجات دي كلها موجوده على اوريدي ولا انت حضرتك منزلها؟ لا لا، هي باي ديفولت اصلا موجوده، بس انت ممكن تعمل داونلود دي لو عايز. يعني انت ممكن تعمل داونلود لاشكال كتير اهي. خدت بالك يا يسري؟ ادي ارتستيك، دي جبنا ارتستيك. انا عايز مثلا من ضمن الحاجات 3 دي مثلا، اهو بيعمل ايه 3 دي افكتس. يعني انا ممكن اجي كده اهو من 3 دي افكتس واختار الشيب ده. بص حولك شكل عندك 3 دي ازاي؟ لان احنا هناخد برضك الجزئيه بتاع 3 دي طبعا. هتشايفها؟ فمعنى كده ايه هو الستايل؟ عباره عن مجموعه تاثيرات مجمعه عندك على الشيب للدرس، سواء انت صنعتها وحفظتها، سواء انت رحت عملت فري الستريتور مثلا افكتس او تري الستريتور مثلا ستايل، هجيب لك الستايل بتاعك. وصلت؟ وصلت. طيب جربهم لي وارجع. سنس لوجو او حاجه يعني مفيش مانع من الحنتفه يعني. لو انت عندك تكست واحد حرف واحد يعني تتظبط، مش هتبقى فيها مشكله. ممكن اشتغلها مانوال يعني. نعم يعني ممكن اشتغلها مانوال انا، بس عشان اطلعها في الريكورد ان انا هنا ادي صوره مثلا اهي زي دي كده. فهي نفس الكونسبت او نفس الفكره اللي هي بتاعت هو يا اكرم عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي هي دي. ايوه هعمل ايه يعني؟ هقدر اسمها حرف حرف او كلمه كلمه؟ لا، هي دي تتطلب منك حاجتين. اولا يكون في تكست، والتكست احنا لسه ما خدناهوش طبعا، احنا لسه ما خدناش الكلام ده خالص. ادي تكست، وهاجي اكبر حجم الفونت. ايه ده بس كده؟ لا مش هو ده، يعني الموضوع مختلف. لا، ما حضرتك روح صنع الشيب اللي على مزاجك. لا والله عبد الرحمن قالك دايره، ماشي عبد الرحمن حاضر. انا بقول لك الاصعب ان انت ممكن ترسم شيب على مزاجك خلاص. فانا عندي هنا ادي تكست شايفه؟ ايه الحل؟ انا همسك الاثنين. دي قائمه ايه يا عبد الرحمن؟ اوبجكت. ها؟ اوبجكت. هتلاقي عندك هنا ايه؟ انفلوب ايه؟ ديستورت، جاي من ديستورشن. هقول له ميك ايه؟ ميك ويز توب اوبجكت. عمل ايه يا عبد؟ اوكي تمام. وصل يا عبد؟ طب هو ينفع بعد ما يتحول كده اكون بتحكم فيه تاني؟ طبعا. اهي بص حضرتك. وصلت؟ تمام. هي دي زيتونه تقيله مش وقتها، بس عشان انتوا شاطرين يعني الدنيا ماشيه معاكم. انا مش ممكن اعمل الكلام ده طبعا من على الفوتوشوب.
لا لا ده دي نقرة، دي نقرة ودي نقرة. كان في عندنا أمر اسمه فري ترانسفورم، هو ده بيعمل إيه؟ أمر فري ترانسفورم ده اللي هو بيكبر وبيصغر وبيروتيت وبيسكيو، لو حد فاكر. طب هو فين هنا؟ لو أنا جيت هنا أهو شلت سيلكشن على الأوبجكت كده مفيش حاجة. طب أنا مسكت الأوبجكت في حاجة ظهرت كده، حد شايف؟ الله ده أنت عندك هنا الإيه؟ الويتس والهايت، لو حد شايف. وأمر ترانسفورم نفسه أهو، الله ما أنت عندك هنا السنتر بوينت وعندك الإكس والواي وعندك الدبليو والاتش. لو لو انا حبيت اغير مقاس اهي حاجه اكتب مثلا هنا 5 و5 اهي انت الله. طب انا لو حبيت اعمل روتيت براحتك اهي. طب ايه دي؟ ده امر اسمه ايه ده؟ شير. ما خدناش شير ده قبل كده. لا هو المسمى اتغير، هو الامر اسمه سكيو خدت بالك، لكن هو هنا مسمى اتغير. وصلت؟ تمام. طيب الكلام ده اجيبه منين بقى؟ ممكن اجي هنا على الاكس اجيبه، ممكن اجيبه هنا على الواي هتلاقيه. يعني اي هنا ويث هايت اي حاجه من دولت هتلاقي نفس الاوبشنز هي هي موجوده عندك فين؟ في التول بار الموجود. بس خد بالك ده الكلام ده وانت عامل سيلكت او انت دايس وان كليك. لو شلت سيلكشن الموضوع ده كده باي باي اختفى، مش ضاع، ده هو مجرد انت بتعمل سيلكت بس. وصلت؟ وصلت؟ اه طيب جربوها كده على السريع وارجعوا بس من غير كروته يعني.